هلا. كيفك؟ جود تمام تمام. يعني المفتاح او كلمة السر بنجاح اي حمية غذائية هي الارادة القوية. ما اهمية الارادة بالوصول لهدف خسارة الوزن؟ هلا اللي بدي اقوله اليوم انا هو يمكن شوي عكس ما كل العالم بتفكر، انه نحن بدنا يكون عنا ارادة قوية تنخسر وزن. انا شخصيا ما بآمن انه في حدا بيخلق عنده إرادة وحدا بيخلق ما عنده إرادة. الإرادة هي شيء نحن بنشتغل عليه، وهذا الشيء حسب شو الموتيفيشن لإلنا أو شو التحفيز لإلنا. يعني أنا ما بقول إنه هذا الشخص عنده إرادة أو هذا الشخص ما عنده إرادة، أنا بقول هذا الشخص عنده تحفيز، عنده حافز أو ما عنده حافز، وشخص تاني ما عنده حافز. نعم. فتنحنا يصير عنا إرادة أكثر تنمشي على نظام غذائي صحي، بدنا نفكر شو الحافز لإلنا، شو هي الحوافز التي تدفعنا إنه نحط هدف قدامنا. كيف فينا نحفز ذاتنا؟ أول شيء بدنا نحط هدف. بدنا نشوف طب نحن شو الهدف اللي نحن بدنا نوصل له من وراء هالحمية الغذائية. لنقول بدنا نخسر وزن، بدنا نزيد وزن، بدنا نحس حالنا مرتاحين أكثر، بدنا نحس حالنا عنا طاقة أكثر. فحسب كل شخص في عنده بتغير. هدف غير عن التاني، بس كثير مهم نحن نحدد هذا الهدف. نعرف طب أوكي أنا عم بمشي على نظام غذائي، بس على شو بدي أوصل؟ شو هو الهدف اللي أنا بدي أوصل له؟ وحتى نحن كيف منقول، كيف منعرف عن هدف لإلنا بيأثر. لأنه في كتير عالم بتقول مثلا أنا ما بدي أكون لنقول عندي وزن زايد، أو ما بدي حس أنه عندي لنقول بطن أو أرداف أو هيك. دايما بيحكوا على الأشياء اللي ما بدهم إياها، بس نحن نحكي بالأشياء حتى الهدف لإلنا ومنفكر شو هي الأشياء اللي نحن ما بدنا إياها، هذا الشيء بيعطينا إحساس سلبي أو إحساس بخلينا نحس حالنا ناقصين ربما. وبس نكون عندنا إحساس سلبي ما بيكون عندنا مثل هيدي الطاقة تنحنا نعمل أكشنز أو تنحنا نتحرك ودافع 100%. فنحنا دايما أهم شيء بس نكون عم نحط الهدف لإلنا، نفكر بنحنا شو بدنا نوصل مش شو ما بدنا. يعني بدل ما حدا يقول أنا ما بدي حس أنه عندي وزن زايد، خلي حدا يقول أنا حابة حس حالي خفيفة. نعم. طيب رولا، يعني هكذا معارض مثل أريكا أو معرض قطر للأغذية هي أماكن، حتى في كتير معارض عم تنعمل للستريت فود أو طعام الشارع، أو مناسبات أو أعراس أو ما إلى ذلك. لما يكون في عنا هكذا مناسبة، كيف فينا نحن نسيطر على إرادتنا وبقولوا نكبحها؟ يعني اي هلا ما في داعي نحن دائما نكون عم نحس انه لا لازم كل وقت نكون ماشيين على نظام غذائي صحي ونحط ستريس على حالنا. هذا الشيء منه شيء واقعي. حتى هلا بعلم النفس وعلم التغذيه بيقولوا ما بدنا حدا يضل ماشي على نظام غذائي صحي طول حياته 100% من الوقت، لانه هذا الشيء حسب الخبرة وحسب الدراسات فرجة أنه ما بيوصل لنتيجة منيحة. يعني نحن بس نكون عم نحسس حالنا بحرمان كتير، عم نحط حالنا تحت ضغط نفسي تنمشي على نظام غذائي صحي، عم نمشي لفترة لنقول أسبوع أسبوعين عم نقدر نضغط لحالنا، بس من بعدها حنروح وحناكل كمية كتير أكبر ورح يرجع يزيد وزننا. فرجة الدراسات إذا نحن بنمشي 80% على نظام غذائي و 20% منترك مجال لحالنا، إذا نحن كتير جاي عبالنا ناكل شيء ناخده ونرجع دغري نكمل بنظام غذائي صحي، بين هيدا بيعطي نتيجة أحسن على المدى البعيد. يعني من بعد 6 أشهر كان في نتيجة أحسن. صحيح. للأشخاص اللي حلو. تركوا شوي مجال لحالهم إذا جاي عبالهم شيء كتير يكونوا عم يخلوه. هو بتعرفي هامش الحرية مهم جدا بأي شيء حتى بالغذاء، وهذا الشيء عم تثبته الدراسات. فعنا مشاهد اسمه أحمد، هو من الصومال أعتقد، عم يبعث ويسأل عن المعدل الطبيعي لخسارة الوزن. يعني كل شهر قديه الطبيعي أني أنزل؟ أوكي. هلأ في معدل كيلو. في المعدل هو نص كيلو لكيلو بالأسبوع. أوكي. يعني بالشهر تقريبا 2-4 كيلو. هيدا الطبيعي. هيدا الطبيعي. بس صراحة حسب خبرتي مع الكلاينتس اللي في عالم أكتر في عالم أقل، يعني كل حدا جسمه غير. بس تجي لهيدا لكن أنت ما بتنصحي بخسارة الوزن بطريقة سريعة جدا، لأنه بنرجع بنستردها بطريقة سريعة. يعني يا بنكون نحن ما عم نخسر بس دهن، بنكون عم نخسر مي، لأنه المي كتير بسهولة نحن فينا نخسره، وعضل
اللي هو العضل نحن بس نخسره حتى بخف قديش نحن جسمنا عم يحرق. فهذا الشيء على المدى البعيد كمان مش منيح. يعني نفضل نحن كل شيء نكون عم نخسره معظمه يكون من الدهون، لأنه الدهون هي كمان أكثر شيء بتأثر على الشكل. نعم. طيب رولا شو بتحب تزيد بما يخص الإرادة والتحكم فيها وتحفيز ذاتنا؟ هلأ الشيء اللي بحفزنا كمان وبخلينا أنه نضل ماشيين على نظام غذائي هو نفكر طب نحن إذا وصلنا لهذا الهدف اللي نحن بدنا إياه كيف حياتنا بتتغير. أوكي، بس نتخيل نحن حياتنا كيف رح تتغير أو حياتنا كيف رح تكون إيجابية أكتر، هيدا الشيء اللي حيضل عم يدفعنا تا نمشي لقدام، ونحاول قد ما فينا نقيم هالأفكار السلبية. لأنه إذا شخص قال لحاله أنا ما عندي إرادة شو حيصير؟ رح يعمل شيء؟ أكيد رح يعمل شيء، رح يضل محله. فإذا بدنا نضل عم نلوم الإرادة نحن ما حنوصل للهدف اللي بدنا إياه. وكتير من الأوقات عن جد أنا مع الكلاينتس اللي بيقولوا لي أنا ما عندي إرادة، بحكي معهم وبشوف شو عن جد السبب. السبب ما بيكون الإرادة، الإرادة نحن بنصنعها أصلا. إكزاكتلي. بتكون ممكن أنه هن جسمهم لنقول بجوع أكتر من عالم تاني، فهيدا الأشخاص مثلا لازم تضل عم تاخد سناكس، بكون هن نظام غذائهم لنقول بيشتغلوا ساعات طويلة، فلازم نلاقي طريقة هن يكونوا عم يقدروا يلبوا حاجة جسمهم. فبس نحن نبطل نقول نحط اللوم على الإرادة منصير منلاقي حلول تانية. منصير منقدر نوصل للأهداف اللي بدنا إياها. وبس نحن نكون دايما عم نفكر بالهدف الإيجابي كل ما نحن قادرين نعمل أكشنز، كل ما قادرين نمشي للهدف اللي بدنا إياه. كل ما نحن عم نفكر بطريقة سلبية عم نقول أنا ما عندي إرادة أو أنا ما بدي هيك أو أنا ما بدي حس حالي هيك، حنضل محلنا. صح. طب خبرينا قد ايه مهم انه نكون نحن ما نوقع باغلاط، او بمعنى اخر ما هي الاغلاط اللي معقول يقعوا فيها اي شخص لما ارادتهم تروح؟ شو بيعملوا اخطاء؟ هل بيرجعوا بغلطوا كتير بنظامهم الغذائي؟ هلا الشيء اللي بيصير مع كثير من العالم هو انه لنقول اذا مره واحده خربته بقولوا انه خلص هيك خربانه، برجع بعد الويك اند او برجع تنين. اسبوع الجاي تنين او اسبوع الجاي او شهر الجاي او قبل الصيفيه. انا لهول العالم بقول لهم عن جد يعني انتوا بس مره واحده حدا ما ياكل شيء منه صحي دغري 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 يفكر، ما يقول انه يي خربطت يي شو عملت يي اكلت برجر يي هيك، دغري يقول شو الاكله شو الميل الصحيه اللي انا حاخدها من بعد هيدا الميل. دغري يفكر بالشيء اللي بده يعمله تيرجع على النظام الغذائي الصحي، ما بيتاثر الهدف له، بس اذا ضل مكمل فيها رح يتاثر الهدف له. اكيد اكيد. أوكي. طيب إيمان من العراق عم تسأل إذا الخبز مهم بنظامنا الغذائي اليومي؟ هلأ هي النشويات بشكل عام مهمة، هي طاقة للجسم طبعا، بس دايما بهمنا نكون عم ناخد النشويات الصحية، يعني نكون عم ناخد كل شيء من الحبوب الكاملة، الخبز الشوفان، الخبز الأسمر، هذا حيخلينا نشبع أكتر. حتى الحبوب الكاملة هي بقلبها مش بس ألياف ومش بس نشويات، حتى بقلبها فيتامينات كتير، يعني بقلبها حديد، بقلبها فيتامين B12، يعني هي ضرورية، ولكن بناخد البدائل لا للخبز، يعني قصدك اذا كان حبوب الشيا او البدائل الصحيه، يعني كل شيء حبوب كامله هي جزء من نظام الغذاء الصحي. بس هي امتى بتصير مشكله النشويات؟ بس نحن نكون عم ناخذها بكميه كتير كبيره اكثر من ومن مصادر يعني مختلفه، او مثلا بس نكون عم ناخذ سكريات كتير، هذا حيكون عم بياثر علينا. بس الخبز اذا نحن عم ناخذ الخبز الصحي لا هو جزء منيح من نظامنا الغذائي. نصيحة أخيرة إذا بتحب تزيدة؟ نصيحتي الأخيرة أنه دايما كل شخص بده يمشي على نظام غذائي صحي يعمل هالشي بشكل إيجابي، بشكل هو يكون مبسوط فيه، هو يكون مرتاح فيه، وما العالم يعني تحس أنه أنا لازم أضغط على حالي أو لازم أحس بأحاسيس سلبية أنا أوصل لهدفي. لا، فيكن توصلوا لهدفكن بشكل إيجابي أكتر وبشكل أنتم مرتاحين فيه أكتر. حلو كتير. إذن رولا غدار شكرا جزيلا لك. شكرا التغذية. وبذكر أنه مشاهدينا كانوا عم يتواصلوا معنا على الواتساب، وأي سؤال آخر بحبوا يوجهوا لك أو يوجهوا لصباح النور